نعود إلى شبكة مراسلينا. مراسلين نعم، ونحييهم بالمناسبة نجلاء، لأن درجات الحرارة منخفضة في أماكن كثيرة، ربما ريما في تكساس الأجواء هناك أفضل بقليل نوعا ما. ريما حتى الآن بعد فرز نسبة كبيرة من الأصوات، بايدن يتقدم في تكساس، ربما سيصنع المفاجأة هذه الليلة. بالفعل ربما تكون تكساس هي المفاجأة في هذه الانتخابات، هي انتخابات 2020 كما يقولون. هناك 57% من الأصوات تم فرزها بالفعل، يتقدم بايدن على ترامب بفارق يتضاءل. هذه هي المعضلة كما يتخوف كثيرون هنا من الديمقراطيين. بدأ الفارق بأكثر من 200,000 صوت، الآن تقلص إلى أكثر من ذلك بقليل، ولكن مع ذلك هناك ما زال أكثر من 40% من الأصوات لم يتم فرزها حتى هذه اللحظة. نحن الآن في أحد مراكز الاقتراع، ما زال الاقتراع متواصل حتى هذه اللحظة. هناك البعض الذين يدون بأصواتهم، أولئك الذين دخلوا إلى مركز الاقتراع قبل إغلاقه قبل 7 دقائق من الآن بالضبط، سيتمكنوا من الإدلاء بأصواتهم، وسيبقى الموظفون هنا لحين الاكتمال من فرز واحتساب الأصوات. لذلك ربما تعرف نتيجة هذه الولاية، ولاية تكساس، مساء لاحقا هذه الليلة. ولكن جمال كما قلت، هذه قد تكون مفاجأة إذا ما حافظ بايدن على تقدمه في هذه الولاية. كان هناك تقارب كبير في استطلاعات الرأي بين الديمقراطيين، بين جو بايدن ودونالد ترامب، وكان الجمهوريون مرتاحين لإمكانية أو لعدم إمكانية أن يستحوذ الديمقراطيون على هذه الولاية، لأنها تاريخيا وتقليديا تصوت مع الديمقراطيين، تصوت مع الجمهوريين. ولكن السياسات التي انتهجها ترامب خلال السنوات الأربع الماضية، من جهة أخرى التغير الديمغرافي في هذه الولاية من مجيء المزيد من المهاجرين ومن الأمريكيين من أصول لاتينية وما إلى ذلك، أيضا فئة الشباب الذين يحضرون إلى هذه الولاية من ولايات جنوبية، ربما غير في التغير الديمغرافي وفي الوجهة لهذه الولاية، الوجهة السياسية. وقد تكون هذه هي المفاجأة التي تكون في الانتخابات الرئاسية لعام 2020. بكل الأحوال الفرز ما زال متواصل، وهناك ربما العديد من المفاجآت في الولايات الأخرى، ولكن بهذه الولاية الديمقراطيون متمسكون بالقول أنهم سيستحوذون على هذه الولاية من الجمهوريين. ولكن الجمهوريون يقولون هذا معقل جمهوري ولن يتغير ولا هذه الولاية، لا في هذه الانتخابات ولا في الانتخابات المقبلة. ساعات قليلة فقط تفصلنا عن معرفة هذا نتيجة هذه الانتخابات بهذه الولاية.